مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه التفاعليه السيوف تيفي. كتدخل امتحانات البكالوريا مراحلها الاخيره بحيث ما بقاش كيفصلنا الكثير لدخول التلاميذ لقاعات الامتحان لاجتياز امتحانات البكالوريا، وغادي يجرى اختبارات الدوره العاديه للامتحان الوطني الموحد لنيل شهاده البكالوريا ايام 20 21 22 يونيو الجاري بالنسبه للقطب العلمي والتقني والمهني، بينما غادي تنطلق الدوره العاديه بالنسبه للقطب الاداب والتعليم الاصيل يومي 23 و24 من شهر ذاته، وعكس السنتين السابقتين اللي فرضات اجراءات استثنائيه بفعل تدابير لحد من انتشار فيروس كورونا، غادي تجرى امتحانات البكالوريا لهاد السنه في ظروف شبه طبيعية بفعل تخفيف من الإجراءات الاحترازية وفي ظل تحسن الوضعية الوبائية. ومازال ما حددتش الوزارة الوصية لحد الآن يعني مدى إلزامية التلاميذ بإجراء اختبارات الكشف عن كوفيد 19 أو إجبارية ارتداء الكمامات، علما أن اعتماد أي إجراء في هذا الشأن غادي يتم بناء على توصيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك وفقا لتطور الحالة الوبائية خلال الأيام القادمة. بهذا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.